اللي بيخسر اللي ما بيصومش الاثنين وخميس والثلاثه قمريه بيخسر خساره كبيره جدا يوم القيامه. روى ابن ابي الدنيا بسند حسن، لان الحديث ده له خمس طرق، من حديث علي بن ابي طالب: ان في الجنه لشجره يقال لها طوبى، يخرج منها حلل صفراء ويضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تخوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فأقول أهل الدرجات الأدنى: يا رب أعطيت عبادنا ما لم تعطنا، وفي رواية: بما بلغ عبادك هذه الكرامة. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. يبقى إذن ربنا بيعيرهم في الجنة، عيارهم بايه؟ منهم كانوا بيصوموا. شوفوا انتوا خسرت ايه؟ خيول ذهبيه من الذهب الخالص، خيول مسلقه بالدر والياقوت، ان في الجنه لا شجر يقال لها طوبى يخرج منها حلل صفراء، وخيول مسلقه بالدر والياقوت من الذهب الخالص، لا تبول ولا تخوط، يعني لا تتبول ولا تتغوط، خطوها مد البصر، بتدي بسرعه اكتر من سرعه البرق. تصور واحد عنده طياره خاصه وواحد ماشي على رجليه، لا دي خيول بتطير بسرعه اكثر من سرعه البرق، اشبه بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى. هتحرم منها وهتحرم الدرجات الاولى في الجنه. شوف الحديث بيقول ايه؟ فيقول: الذين ادنى منهم درجه، يعني ما وصلش لاعلى درجات الجنه. وربنا هيعيرك في الجنه، ليه؟ طب انت بتصوم شهر رمضان ازاي؟ بتصوم 30 يوم متواصل في شهر رمضان ازاي؟ يبقى اللي يقدر يصوم ويتكاسل عن الصيام هيخسر. ده مش كده وبس، هتخسر كمان رؤية رب العالمين كثيرا في الجنة. شوف الحديث ده، حديث خطير جدا: إن أدنى أهل الجنة منزلة ليرى نساءه وقصوره وخدمه مسيرة ألف عام، وإن علاه منزلة ليرى نساءه ليرى ربه غدوة وعشية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم على أدنى أهل الجنة منزلة، اللي هو آخر واحد خروجه من النار، قال لك هشوف نساءه وقصوره بمسيرة ألف عام. أعلاه منزلة هشوف ربنا مرة الصبح ومرة بالليل. الرسول ما ذكرش رؤية رب العالمين خالص مع أدنى أهل الجنة، مع ان اللي في اعلى درجات الجنه عنده مليار مره من القصور والنساء قد اللي في ادنى اهل الجنه، لكن لا تقارن برؤيه رب العالمين. لذلك اعلى شيء وافضل شيء في الجنه التمتع برؤيه رب العالمين في الجنه، كل ما ترتفع في درجات الجنه، لان الجنه فيها 100 درجه، كل ما هتقرب توصل اهل الفردوس الاعلى ما فيش فوق غير العرش، هم اكثر الناس رؤيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال في حديث اخر يقول: ان اهل الدرجات ان اهل الفردوس الاعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، وان اهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مرة كل أسبوع. يبقى خسرت رؤية رب العالمين في الجنة، مشكلة بس خسرت رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخسرت الغرف. شوفوا الحديث ده، حديث أبي سعيد الخدري، حديث صحيح: إن في الجنة الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. كل من يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. شوف الرسول قال إيه؟ أدام الصيام. أدام، من هنا أداة شرط، يبقى اللي ما بيدومش الصيام هيخسر الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وغيرها. الغرف دي في اعلى درجات الجنه، لان الرسول قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدريه الغابره في الافق من المشرق او المغرب. قلنا: يا رسول الله هذه لمن؟ للانبياء فقط. قال: لا، بل الرجال صدقوا الانبياء وامنوا بهم. يعني الرسول بيقول لك ايه؟ في روايه ان اهل الجنه لا يتراءون اهل عليين، اهل الغرف في عليين. يبقى الغرف دي في عليين هتحرم منها. يبقى الناس كل درجه في الجنه بتبص على الجنه على الدرجه اللي فوقها، وبتشوف الاصول اللي فيها زي النجوم احنا بنشوفها في السماء، لغايه ما توصل للفردوس الاعلى بتبص فوق مفيش غير العرش. شوف انت ضيعت ايه؟ كل ده راح منك ومضاعفه الثواب كمان. الرسول لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه، وفيه ترفع الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يبقى اللي ما بتصومش يوم الاثنين والخميس الاعمال الاسبوعيه بترفع يوم الاثنين والخميس، الحسنه بتضاعف له ب10 بس، واللي بيصوم ربنا يستحي منه، ده غير قبول العمل. يبقى اذا عندك فرصه اكبر في قبول العمل ومضاعفه الثواب، بدل ما الحسنه تضاعف ب10 تضاعف ب1000 ومليون كمان. بعض الناس ضاعف حسنه بمليون، بس ده مين؟ الصوامين. شوف انت خسرت ايه؟ ده غير الصحه، لان امتناع الاكل 16 ساعه بيدمر الخلايا السرطانيه، جوعوا تصحوا، صوموا تصحوا، كما جاء في الحديث الصحيح. اطول الناس اعمارا اكثرهم صيانه على الغالب من احوال الناس. كل ده تخسره لانك ما بتصومش. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.